على بعد 9 كيلومترات شمال غرب مدينة جنين تقع اليامون. هذه البلدة والتي تتربع على مجموعة تلال وسط منطقة جبلية تتميز بجمال طبيعتها المليئة بالأشجار المتنوعة ذات الألوان المتباينة. تحتوي اليامون على الكثير من الأماكن الأثرية والتاريخية. مقام النبي يامين أحد تلك الأماكن. اليامون مرتبطة باسم أو مقام بنيامين الشقيق الأصغر لسيدنا يوسف عليه السلام. منهم من يقول أنها اكتسبت الاسم من بنيامين وتم تحريفه إلى اليامون نسبة إلى المقام، حيث كانت تتوافد المسلمون على هذا المقام لاعتقاداتهم الدينية المختلفة. منهم من يعتقد أنه يمده باليمن والبركة، أيضا اكتسبت هذا الاسم من اليمن أو الطائر الميمون أو اليمين اللي هي كانت تدل على الهجرات. مقام النبي بنيامين ويطلق عليه الناس النبي يمين هو أقدم مقام في قرية اليامون. يقوم المقام على رأس التل القديم الذي أنشئت على قمته البلدة القديمة التي تم العثور على بقاياها الأثرية. اليمون طبعا فيها أكثر من مقام، هو مقام النبي يمين أحد 3 مقامات، منها كمان مقام الشيخ عبد الله بن المبارك اللي هو الوارد عنه أنه كان سني يحج وسني يغزو، وكمان في مقام الشيخ شبل على الظهرة وإله قصة كمان أنه يعني ما بنجح بناؤه، أنه بيبنوا الناس الليلة بكرة بيجوا بالقوة فيش حيطان، الحكمة يعلمه الله عز وجل. فاشتهرت يعني اليامون بمقامات ومكان أمكنة دينية مرتبطة بالفكر الديني والصوفي في اليامون. والمقام هو موجود قديما، لا يعرف أحدا بالتحديد متى تم بناء هذا المقام، لكن الأبنية الإسلامية للمقامات وجدت في عهد الدولة الفاطمية. أول مقام بني للسيد الإمام الحسين بن علي في القرن 7 قرب الأزهر الشريف، ومن ثم أخذ الطابع الإسلامي في بناء المقامات في أماكن شتى ومنها هذا المقام، لكن لا يقل عمر هذا المقام عن 400 إلى 500 سنة خلت. يتشكل المقام من صومعة، ومن الداخل هناك غرفة واسعة توصل إلى غرفة داخلية أكثر اتساعا من الأولى، تفتح بدورها على كهف ضيق وطويل يعتقد أن القبر موجود في داخله. الروايات المتواترة لدينا في اليمون أن قبر بنيامين موجود في هذا المقام في هذه الزاوية، كان هناك في سرداب مفتوح ومعروف، يعني في قبر يعني موجود. هذا السرداب يربط بين هذا المقام والمسجد القديم في اليمون، مسجد عمر بن الخطاب، بني قبل أكثر من 300 عام أيضا. هذا المبنى هو أشيد فوق القبر، القبر هو موجود في سرداب يمكن يبعد عن هذه النقطة ما يقارب 400 إلى 500 متر، هو بناء قبر عادي جدا، لكن هذا البناء وجد فوق هذا القبر ليدل على وجود قبر أحد الأولياء الصالحين أو أحد الأنبياء، فقط هو إشارة كمقام موجود في هذا المكان. هذا المقام كانوا من زمان يجوا من على الخيل من الهند، يعني اللي حدثوني الزلام اللي حد الله يرحمه ماتوا، قالوا كان يجوا من الهند على الخيل أو على الدواب ويجوا هنا ويفركوا علينا حلو شيء ويقعدوا هنا ويصيروا يبكوا ويقولوا هذا النبي يمين أخو سيدنا يوسف، ويستقبلوهم يعني الزلام اللي بكوا يجوا فيه. هذا المقام كان مسجد لأهل اليمون قبل ما يصير اليمون بلد كبير، كان مسجد يصلوا فيه. لما انبنى المسجد القديم اللي فوق حد المقام سووا مكبرة، هاي المكبرة صلى تقريبا 50 سنة.
بالانتفاضة بكى المقام، بكوا الشباب يعني يجوا يتخبوا وولعوا نار وشي. فأجالي بالمنام سيد النبي النبي يمين، قال لي المقام عندي مهيون، تعال افتح هذا المقام وادهنه وانت خادم له، وبدعي لك إلى الله إنه الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ أهلك. فجيت من 20 سنة قمت على هذا المقام، لميت من المصاري من الناس وجيت دهنته وظبطته. ومرة البلدية برضو قبل كم سنة عملت، أجوا دهنوه ومدوله خط كهرباء. يقوم أهل القرية باستمرار بتنظيف المقام وصيانته وإضاءته كل ليلة جمعة بسراج وفتيل يضاء بزيت الزيتون، هذا لاعتقاد الناس أن ذلك يجلب لهم السعادة والخير. كما يستخدم المقام للاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة في داخله. الاعتقاد لدى الناس انه المقام مكان مبارك لما فيه من روحانية وذكر ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرب الى الله عز وجل. هنا لابد ان نبين يعني اشكالية لدى البعض انهم يأخذون مأخذ على مشايخ الصوفية انهم يقدسون القبر، الحجارة، يتمسحون بالحجارة، يذبحون للقبر للمقام. هذا غير موجود عندنا في اليمون تحديدا، يعني لا اريد ان اعمم، لكن هون نؤمن أن هذا المقام مدفون بجانبه نبي أو رجل صالح، نتقرب إلى الله عز وجل، إلى الله مباشرة بلا واسطة، يعني لا نقول يا بنيامين قل إلى الله أو كذا، التقرب إلى الله لا يحتاج إلى واسطة. الناس كانت تأتي للشيخ تقول له ادعي لنا يا شيخ، مش انه الشيخ اللي يضر وينفع، لا الله عز وجل، ولكن انه يا شيخ ادعي لي انا بحاجه لكذا او بحاجه لكذا. فالتقرب الى الله عز وجل مباشره وليس عبر هذا المقام او عبر هذا الامام او النبي.